أنه يتحقق لك ذلك بإذن الله. قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصدقة برهان على الإيمان، وأفضلها ما كان في رمضان، وإنفاق المال خير للنفس. قال جل شأنه: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. والملائكة تدعو للمنفق كل يوم بالخلف عما أنفق. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وممن يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. ومما يندم عليه عند الممات ترك الصدقة. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والعمرة في رمضان ثوابها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمرة في رمضان حج. رواه البخاري. وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله، وهكذا سائر الأحوال. والتوبة الصادقة من أفضل العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، ولا يكمل عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا بها. وقد أمر الله جميع المؤمنين بالتوبة لينالوا الفلاح، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله سمى نفسه توابا ليقبل العباد إليه، ومن أقبل إليه بالتوبة فرح به وآواه وبدل سيئاته حسنات. وخير يوم في عمر العبد يوم يتوب فيه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. متفق عليه. والاستغفار يمحو الذنوب ويدفع العذاب. قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويرفع الدرجات ويجلب الغيث المدرار، ويكثر الأموال والبنين، وينبت الثمار، ويجري الأنهار، وبه تتنزل الرحمات. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهو سنة المرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. والمرأة مأمورة بما يؤمر به الرجال من العبادات، من تلاوة القرآن والدعاء والصدقة والذكر والتوبة والاستغفار وقيام الليل، إلا أن صلاتها في دارها خير لها من صلاتها في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد. وبعد أيها المسلمون، فالصوم عبادة عظيمة في الإسلام. قال أبو أمامة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنه. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي. ورائحة أثر تلك العبادة أطيب عند الله من المسك. قال عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وأيام رمضان آخذة في الانصرام،
والعاقل من اغتنمها، وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، والأيام مطايا إلى هذه الآجال، فاعملوا وأملوا وأبشروا. والمغبون من انصرف عن طاعة الله أو تشاغل عنها، والمحروم من حرم الخير في رمضان، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، والأعمال بالخواتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، شرع الله صوم رمضان وجعله الركن الرابع من أركان الإسلام لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر من خوارم الصوم ومفسداته، وليحفظ لسانه وسمعه وبصره عما حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي فعل الجهال أو السفاهة على الناس، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ولمكانة الصوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام الفاحش والخصام والجلبة حال الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. متفق عليه. ومن بلي بجاهل فلا يقابله بمثل سوءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري في كلامه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، وأصلِح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصومنا وجميع عباداتنا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.